إن شاء الله راح نتكلم عن مرض التهاب التقرحي ومضاعفاته، وإذا كان المرض يعاني من أعراض حادة بينما لا يساعده العلاج في تخفيف حدتها، فمن المحتمل أن يكون بحاجة إلى عملية جراحية لاستئصال كامل للجزء المصاب من الأمعاء. أما استئصال الأمعاء الغليظة كلها فمن يعني شأنه أن يحقق الشفاء التام من مرض الالتهاب التقرحي في هذه المنطقة، كما تساعد العملية الجراحية أيضا على منع تطور مرض سرطان الأمعاء الغليظة. لكن هذه الجراحة تنطوي على مخاطر جانبية غير قليلة، ويجب استشارة الطبيب في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.